بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الثانوي الأعزاء، مع بعض هنراجع تمارين اليونتس 13 و14 من كتاب توبرس، صفحة 205. طبعا عملت فيديو قبل ده شرح الجرامر أو مراجعة كده الجرامر بتاع الوحدتين دول. في الفيديو ده إن شاء الله بقى على السريع كده نقول الإجابات، نراجع الإجابات معاكم. أول جملة طبعا دي فاير ووركس اللي هي الألعاب النارية، بول كان بي فيري دينجرس، عشان كده دي شودنت بي جيفن تو يونج تشيلدرن. بعد كده بيقول لي الطقس كان جود كويس، لكن الفارمر از هوبينج فور ا فيري جود طبعا هارفست اللي هي الحصاد أول اختيار. بعد كده دي ايفل تاور ان باريس از وان اوف ذا وورلد طبعا موست فيموس لاند ماركس اللي هي المعالم البارزة، لاند ماركس. أربعة تبقى سكالبتشرز، تماثيل المنحوتة سكالبتشرز. خمسة هتبقى دي طبعا ديبند اون اللي يعتمد على، بتساوي ريلاي اون أو كاونت اون. ستة ده التعريف بتاع كلمة، أو دي كلمة بروسيشن اللي هي الموكب، والموكب من حوالي كذا كذا العدد فلاني. موفد سلولي، دايما اول ما تلاقي موفد سلولي تعرف انها موكب على طول، دي في الديفينيشن بتاعتها كده. سبعة طبعا فوك ميوزك، فوك ميوزك رقم بي موسيقى الشعبية. تمانية هتبقى فاري يختلف، بول تاركس اكزامز النتائج بتاعته بتختلف، احيانا جود كويسة واحيانا باد، يبقى فاري تختلف اللي بتساوي الدفر. تسعة distinctive، بقول الفويس بتاع فاطمة صوتها مميز يبقى distinctive أول واحدة. عشرة دي طبعا هتبقى بقول الموبايلات بتتطور طوال الوقت يبقى evolve، و evolve دي فعل لازم ومتعدي الاتنين زي develop برضو لازم ومتعدي. 11 طبعا responsibility اللي هي مسؤولية آخر اختيار. بعدها 12 area أو region، region المنطقة اللي بتساوي area أو زون يعني منطقة. 13 دي young people are responsible for، مسؤول عن، تمام اللي الأولانية responsible for. 14 عكسها بقى أهي irresponsible، يعني شيء غير مسؤول، تمام، أو يبين عدم إحساسك بالمسؤولية إنك تدرايف dangerously خاصة في تاونز أو سيتس. 15 دي هتبقى variety اللي هي الأخيرة noun في variety of، تنوع أو تشكيلة من كذا كذا. 17 various color، ليه various؟ صفة، عشان color is noun، كل ما سبق الاسم كان صفة يبقى various التاني. 18 هتبقى distinction اللي هي difference يعني مش عارف الفرق ما بين كذا وكذا. 19 طارق is a very good violinist، عازف على الفيولين آلة الكمان يعني. 20 بقى دي طبعا دي كلها definitions على السريع كده، دي فاير ووركس قد التعريف بتاعها. 21 سكالبتشر رقم سي تمثال المنحوت. 22 ده التعريف بتاع كلمة اهو بروسيشن موكب زي ما قلنا من شوية وموفينج سلولي برضه اهي. 23 ديبند اون يعتمد على. 24 هارفست، هارفست الاختيار التاني. 25 لاند مارك المعالم البارزة. 26 فيري الفيرب أول اختيار. 27 ريسبونسبيليتي المسؤولية. 28 طبعا فوك، فوك بس ناون أو فوك ميوزك صفة، الاثنين نفس المعنى موسيقى شعبية. 29 هتبقى ايفولف لسه متكلمين عليها حالا ايفولف. 30 ديستينكتيف. 31 هتبقى ريجين الايه الاولانيه، ريجين او لارج اريا يعني، تمام. نيجي بقى بعد كده على الجزء اللي بعده اللي هي الفريزال فيربس الخاصه بالفيرب جيف. اول واحده هتبقى this shop، the shop is to give away، give away يمنح او يتبرع. بعدها give up. 34 give out. 35 هتبقى giving off، giving off. 36 هتبقى given out اللي رقم سي يعني. 37
هتبقى جيف اوف، يطلقي هيت حرارة. 38 جيف اواي، الاطفال بيتبرعوا بالتويز اللعب بتاعتهم للتشاريتي المؤسسة الخيرية. 39 جيف اب اللي هي يقلع عن. الجزء بقى بتاع التوبرز اللي هو ماي انكل جيف اب سموكينج، اقلع عن التدخين، جيف اب الاولانيه طبعا. ذا فاكتوري تشيمني، المدخنه بتاع المصنع بتطلق دخان وكده، تبقى جيفز اوف، الاختيار رقم دي. 42 اي هاف نوت ستادينج فيزيك، يبقى انا اقلعت عن زياره دراسه الفيزيكس، يبقى given up. I have given up أول اختيار. اللي بعدها procession، هي الموكب. يعني ايه جملة؟ There were a lot of politicians، في كثير من السياسيين والاكتيفيستس اللي هم النشطاء في الموكب يعني. كايرو تاور طبعا يبقى famous landmark، أحد المعالم البارزة دي. برضو فيرز، الفيرب من فري طبعا، يختلف في الاي اس بس عشان الفاعل المفرد اللي هو يلد العائد، والعائد المحاصيل بيختلف من عام لاخر حسب الويذر كونديشنز، الاحوال المناخيه واحوال الطقس. 46 ايفولفد، ينمو او يتطور. 47 هتبقى ديستينكتيف ساوند، يعني صوت مميز. 48 ديوتي اللي هي واجب. بعد كده برضو فاير ووركس، لانه بيقول لي الصوت اللي الفاير ووركس سكيرد سام اوف ذا تشيلد، يعني ارعب، بيرعب الاطفال يعني. سكير طبعا عارفين يخيف او يرعب. تمام. 50 افتر ذا سيلبريشن، بعد الاحتفال. ذا كراود وينت هوم، ذهب الحاجة الجماهير او الناس اللي روحوا يعني. طيب 51 هتبقى ميوزيكال انسترومنت، آلة موسيقية. بعدها معظم الناس بيتفرجوا كتاب، بيتفرجوا على التي في فور انترتينمنت، من أجل الترفيه أو التسلية. اللي بعدها رورال كوميونيتيز، يعني رورال دي رورال يعني ريفي، عكسها مدني أو حضري اللي هي اربن، يو ار بي اي ان. ذا بيانو از ريجارد از ا بيركشن انسترومنت، آلة إيقاع، بيركشن دي يعني إيقاع. 55 فارمرز هارفست كارن، بيحصدوا القرن. بعد كده there is a lot of folk music طبعا، folk music. whose responsibility، مسؤولية من، is to develop our educational system. 58 cinnamon اللي هي القرفة يعني، has a very distinctive taste، لها طعم مميز، يبقى distinctive. I'd like to give away some of my money، أبرع بعض المال، give away. تمام، يبقى give away زي donate كده بالظبط. اللي بعدها when burnet، when it is burnet يعني. تمام، when burnet يعني when it is burnet. oil gives off، بيطلق poisonous gas، غازات سم. 61 give up work، give up طبعا obliged دي more obliged to، يعني forced to، مجبر على. give up work، انه يقلع عن العمل. بعدها give ايه بقى؟ اريد glow، glow اللي هو الوهج بتاع النار يعني، يبقى برضه هتبقى give off، give off. طيب 63 الناظر هيمنح الجوائز للطلبة في السكول سبيتش داي، في كلمة اليوم يعني، طبعا هتبقى give away، give away the prizes، الجوائز. 64 هتبقى برضو give away. 65 بيقول be optimistic، خليك متفائل، and never على طول، لا تيأس لا تستسلم، اللي هي give up. تمام، يقصد give up hope يعني. طيب الجزء اللي بعده اللي بتاع يونت 14 بقى، سويذرلاند سويسرا. 2 lecture، محاضرة. 3 clear up the mystery، يزيل اللغز يعني. 4 تبقى non fiction، لأنه بقول له بحب النوفل، النوفلز دي يعني فيكشن، لكن أنا بفضل قراءتي، يبقى العكس بقى من النوفلز، يبقى non fiction، الاختيار رقم سي. 5 هتبقى manage to، تمكن من، ودايما manage to succeed in ing، was or were able to، التلاتة دول
قدرة في موقف محدد. أمال لو قدرة في موقف عموما حاجة عامة مش تحديد، يبقى could. ستة هتبقى concentrate on his work. concentrate on his work، يركز على العمل. رقم سي. سبعة هتبقى transport. we will transport the metal bars، هننقل القضبان الحديدية تمام from the factory in the truck، truck اللي هي الشاحنة يعني أو عربية نقل. تمانية if the country ruled by a king أو queen أو president، يحكم اللي هي رقم بي. طبعا تسعة بولي my grandmother always feels concern for her grandchildren، تهتم بيه. concern حرف الجر معه for. عشرة تبقى جاب الفجوة in the fence، في السور يعني، fence اللي يعني السور تمام. 11 تبقى رولر اللي هي الأخيرة، 11 رورال اللي هي الحاكم يعني. 12 تبقى ترانسبورت، ترانسبورت ماشي اللي هي النقل أو المواصلات، وهي فيرب برضه زي ما عدت من شوية. 13 هتبقى كونسنتريشن، تركيز كونسنتريشن. اللي بعدها ان ديفيتد، غير مهزوم او ما عندوش احساس بالانهزاميه. انما دي بقى اللي وراها اللي هي رقم ان ديفيتد 14، 14 ان ديفيتد. انما 15 بقى النون، هي از ا ديفيست، ديفيتست، ديفيتست جاي من ديفيت طبعا. طيب 16 از يور كانتري رولد باي كينج او كوين، عدت من شويه برضه زيها. 17 ترانسبورتد اهي النقل، انه في الاخر بيقول لي باي بلين ولا ترين ولا شيب ولا تراك، برضه تراك العربيه النقل يعني. 18 هو از او هو ذا لاست تيم تو ديفيت يور فيفوريت سبورتس تيم، يهزم ديفيت، يهزم دايما وراء الشخص او الفريق المهزوم. انما وين يفوز او بالشيء الفلاني يعني، وور حرب كومبيتيشن مسابقه ريس سباق الى اخره. ايرن بقى ايرن ماني ايرن ليفينج. طيب جين، جين مع الشيء المعنوي، جين لاف، جين اكسبيرينس، جين نوليدج انفورميشن، وممكن جين ويت يزداد في الوزن، او جين سبيد يزداد في السرعه. طيب ده التعريف بتاع كلمه ايه بقى، بولي بوكس او الكلام ده عن ريل فاكتس وايفنتس كمان. طبعا ده التعريف بتاع طالما حاجات حقيقيه برضه غير خياليه اللي هي نون فيكشن. رقم سي. 20 هتبقى كلير اب، نقلب اب يزيل او لغز او كده. بعدين 21 سويذرلاند، 22 ليكتشر محاضر. البروبوزيشنز هنا بقى طبعا دي اسم قصه بواسطه فلان اللي هو المؤلف، يبقى باي. اللي بعدها اباوت هير تايم، اللي بعدين باي وركينج هيلب هير هازبند عن طريق كذا، باي وركينج ان هيز شوب. اللي بعدها ميد انتو افلم، اتحول لفيلم، ميد انتو. اللي بعدها فيل كونسيرن، لسه قايلينها من شويه، فيل كونسيرن فور، يشعر بالاهتمام. وبعدين كونسنتريت طبعا اون، يركز على. الجزء اللي بعده اهو كلير ات اب، كلير ات اب. فيكشنال كاركتر، شخصيه يعني خياليه. ليكتشرر محاضر الاولى. 32 هتبقى دي الجنسيه من سويسرلاند، طبعا هتبقى سويس. 33 بيقول لي الحياه دايما استراجل يعني صراع او كفاح ما بين الخير والشر، يبقى جود اند ايفل، خير والشر. جود هنا نون تمام، الخير، وايفل الشر. بعدها ذا جاب بتوين، الفجوه ما بين الفقراء والاغنياء، يبقى جاب. اللي بعدها اي سموث، يعني انا ازلت او تخلصت من سام ماينر، ماينر دي يعني سمول، يبقى فروم ماي بلو بلاوز، يقصد اللي التجاعيد اللي ها يعني المكوى مش مظبوطه يعني مثلا، يبقى طبعا كلمه رينكلز، خطوط كده يعني. اللي بعدها it is essential to study، ضروري انك تذاكر. اللي بعدها بيقول الاهرامات are impressive، مثيره للاعجاب اسم فاعل، لان ما فيش impressing ديت كاسم فاعل، طبعا دي من شواذ اسم الفاعل زي ما قلنا قبل كده. 38 جاب الفجوه. 39 بيقول لي اتس ناتشرال، شيء طبيعي ان يبقى فيه تجاعيد في الوجه وكده، طبعا هتبقى كلمه رينكلز، تجاعيد، اخر اختيار.
40 بيقول لي ذا جوز اللي هم اليهود يعني الجد كانوا يزعموا ان ذي هاد ان انفنسبل ارمي يعني جيش لا يقهر، لكن احنا هزمناهم في 73 اللي هي ديفيتد بقى قلنا يهزم. 41 في الكونسيرن فور كانت عدت اكثر من مره، فورست كليرانس يعني كليرانس ها ازاله الغابات او التخلص من الغابات. 43 بيقول لي اوينج تو يعني بسبب الليجال اميجريشن هجر غير الشرعيه سام يوث جو ميسنج. اللي بعدها اي اسباير تو اتطلع الى ترافلينج، يبقى سبيس طبعا ترافلينج انتو سبيس السفر الى الفضاء ترافلينج انتو سبيس. سام كومبانيز كوبري بتتعاون بعض الشركات تو ورك طبعا اون بيج بروجيكتس تعاونوا في المشروعات الكبيره. اللي بعدها دازن كونسيرن يو بيقول لي ماي جمله ايه معناها؟ 46 تاني مايند يور اون بيزنس يعني خليك في شغلك، دونت انترفير ان وات دازن كونسيرن يو لا تتدخل فيما لا يعنيك. هتلرز ديث وفاة هتلر ما زالت لغز حتى الآن، يبقى هي لغز طبعا ميستري. تمام الأخيرة I received طبعا ها ام award ام يبقى award اللي هي الاختيار رقم سي جايزة من أجل بريفر الشجاع من بوليس سيرفيس. تمام كده جايزة رسمية طبعا. 49 هتبقى the missing child the missing child. الجملة اللي وراها بقول لي there was a spirit 50 كان في روح الانهزامية ما بين الجنود بعد نكسة 67. الانهزامية طبعا defeatism تاني اختيار defeatism طبعا اللي بعد 67 دي setback نكسة أو انتكاسة حتى بيستعملوها في الطب كمان يعني. 51 what about coming round what about coming around طبعا كمان ده تيجي تزورنا يعني and have dinner with us. تمام اللي بعدها you must concentrate all your تكثف كل جهودك او تركزها and devote all your time وتكرس وقتك to get your degree. 53 طبعا هتبقى defeatist attitude ما هي defeatist noun و adjective كمان هنا adjective طبعا صفة قبل attitude موقف او اتجاه. بيقول لي لا دونت لونت شذور يعني لا تشن الحرب وعندك روح انهزاميه. 54 هتبقى mysterious circumstances يعني احوال او ظروف غامضه فوق برميودا تريانجل او مثلث برمودا يعني. 55 هتبقى summary of the novel اللي هي summary رقم سي ملخص القصه. 56 I am going to لكتشر هدي محاضرة يبقى لكتشر هنا فيرب عن الجلوباليزيشن العولمة. 57 بيقول لي انسومنيا اللي هو الأرق اضطرابات النوم يعني ميكس اس لوز اور كونسنت خلينا نفقد تركيزنا اند ماي وممكن ايه كمان هل يوسينيت ممكن نهلوس كمان. طيب 58 انذر كابل طب ازاي انذر انذر مفرد ما هو لفظ كابل نفسه مفرد. تمام ده السبب يعني. طيب انما لو كانت مثلا كابلز كنت اقول اذر طبعا. سام literary work بعض الاعمال الادبيه اتحولت لافلام قلناها طبعا ميد انتو فيلمز. regrettably 60 بقى يعني للاسف the negotiations المفاوضات يعني ما توصلتش لشيء يعني فشلت يبقى have come to nothing طبعا دي في التعبيرات الموجوده في الوحده come to nothing. تعالى بسرعة بقى نيجي على تمارين الجرامر. طبعا عارفين ال 13 اللي بتكلم عن الجرند وال تو انفينيتيف المصدر والوحدة ال 14 طبعا استعمالات بقى ماست وكده. طيب سريعا كده مع بعض اللي هي تمارين الجرامر اللي هو بادئ عندك بصفحة 221. هقول هنا بقى الإجابات على طول سريع عشان طبعا دي بتاع الجرند في حاجات ثابتة كتير. look forward to يبقى جرند الأخيرة to doing look forward to doing. اتنين هتبقى looking رقم سي. تلاتة to make عشان decided. أربعة enjoy يبقى جرند looking.
5 I'd like يبقى على طول طول مصدر to do. I remember وشيء تم في الماضي يبقى watching. تمام. I really want يبقى to see. I'll suggest يبقى gerund going. Arranged يبقى طول مصدر to go. Decided يبقى طول مصدر to learn. Promised يبقى to help. Suggested وما فيش فاعل يبقى برضو gerund going. Look forward يبقى to going المرة التانية اتجاهي طبعا، لأن to دي تكملة look forward التركيبة يعني. It's no good لا فائدة من يبقى برضو gerund wasting. I can't help eating ما اقدرش امنع نفسي من اكل السويتس يعني. I am used يبقى to spending عشان I am used يبقى جيران. I feel like اشعر برغبة يبقى جيران eating. He admitted يعترف يبقى making. What do you plan يبقى to do عشان بلان معاها to الايه والمصدر يبقى to do. When the children stopped singing حدث واحد اهو everyone clapped. clap دي يعني يصفق زي ابلوت A double P L A U D. They expect thousands of people طبعا expect يبقى to المصدر to visit. Learning يبقى to المصدر يبقى to play. Avoid يبقى gerund. I avoid the driving. Driving المفروض. Suggested يبقى برضه gerund going. Want يبقى to go. To go. Practice طبعا براكتس غلب الاس بقى يعني طبعا في الكمبيوتر الامريكي. Practice يبقى عاوز gerund يبقى speaking. He hopes. He hopes يبقى to win. Hope to المصدر. Regret to the sin it was يبقى بيندم يبقى gerund going. Offered يبقى to take. Finished يبقى على طول watching. 31 decide يبقى to buy طول مصدر. Arranged يبقى طول مصدر to pick. Planning يبقى طول مصدر to spend. The teacher is used يبقى to helping عشان برضو is used to بس بشرط ان الفعل يكون عاقل ما ننساش، انما لو الفعل غير عاقل بيبقى is used دي بتاع الباسيف بيبقى وراها طول مصدر عادي. I remember وشيء في الماضي وقت يبقى going. Enjoyed يبقى ينجي برضو swimming. Avoid يبقى going جيران ثابتة. I expect يبقى to finish to المصدر. I suggest staying inside. Looking forward يبقى to meeting. 41 If you can't remember an English word لو مش فاكر كلمة إنجليزية حاول تشوفها في القاموس يبقى try looking it up. اكشن عادي بس عاوز اشوف نتيجته. I hope يبقى to المصدر يبقى to meet. الجزء اللي بعده بقى بتاع توبرز. I was starting يبقى to go. طب ما start يبقى على جيراند برضه امس قلنا لا احنا قلناها في الشرح وموجوده في الكتاب قلنا طالما الفعل نفسه جايب الاي ان جي يبقى اجيب وراه بقى طول المصدر ما اجيبش اي ان جي تاني مره تاني وراه. تمام كده يبقى was starting to rain. طيب ما اقولش برضه it is beginning raining لا مش هتنفع اقول it is beginning to rain. تمام كده I started يبقى the piano when I was young شيء عموما في الماضي اهوت يبقى playing. تمام. I'd love يبقى to go. As well inspired me يبقى to become. Inspired me زي encouraged me ألهمني أو شجعني أنا أبقى كذا. The company allows no one يبقى to smoke لأن allow هي وراها مفعول اللي هو no one يبقى عاوز طول مصر وراها شلت المفعول the company doesn't allow يبقى على طول smoking اللي هي الأفعال اللي أنا لو حذفت المفعول لو في مفعول طول مصر حذفت المفعول تاخد مين؟ gerund. We regret خبر سابق بلغوا لك يبقى to tell يعني اسمك مش مدرج في قائمة الفريق. البي تيتشر ولا مدرس الفيزيكال اديوكيشن تيتشر يعني التربية الرياضية order the students يبقى order طبعا بتاخد to run to المصدر. They stopped making fax machine توقفوا عن صناعة آلات الفاكس وكده من 10 سنين يبقى اكشن واحد اهوت تمام يبقى جرب. I prefer eating at home to eating لان prefer في المفاضلة اهي اجي في المقارنة اللي هي التانية يبقى to noun او جرب يبقى to eating ما تجيش هنا بقى تقول to eat مش هتنفع.
3 you had it طبعا هتبقى not to attend، had ان هو ما يحضرش التريننج التدريب. if he refuses يبقى to be given، لان refuse to المصدر تمام، بس طبعا دي passive، يرفض ان يعطى مالا من اي حد. we tried pressing the turn on key تمام جيران. do you remember هل فاكر كذا كذا، شيء في الماضي يبقى جيران. meeting I felt tired عشان كده I stopped to have، توقفت عشان أريح شوية يبقى to have. the thief denied، deny ينكر يبقى جيران. robbing يسرق. don't forget يبقى to tell، ما تنساش تعمل كذا، حاجة لسه هفتكرها وبعدين أعملها، يبقى to الإيه والمصدر. I really regret leaving my last job، بيندم على شيء تم فين في الماضي. مصر ايرلاينز شركة مصر الطيران يؤسف انها تبلغ عن cancellation، الغاء بعض الرحلات بسبب atmospheric conditions، الاحوال الجوية. طبعا ده خبر سيء مع regret، يبقى to والمصدر to announce، انها تعلن عن كذا. اللي بعدها I need يبقى to do، to do الاخرانية. he intends some shopping tonight، الليلة دي يبقى to المصدر، حاجة محددة. it's news لا فائدة، يبقى جيران crying over spilled milk، لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب. she breaks لسه قايلنا من شوية عاوزة جيران، يبقى playing the violin، قلنا violin آلة الكمان. there is no point arguing، لا جدوى من الجدل. he has some difficulty يبقى breathing، قلنا have difficulty جيران أو إنه جيران. I am not accustomed، مش متعود على المعيشة هناك في المنطقة دي، يبقى to living. he ran very fast in order so as not to miss the train، لكي لا يفوتوا القطار. 70 هتبقى revising in order to get high marks، in order to get high marks. تمام كده. بعد كده الجزء اللي بعده اللي هو بتاع الجرامر الوحدة ايه ال 14، العونية هتبقى doesn't have، doesn't have. 2 هتبقى must، 3 هتبقى mustn't، تبقى mustn't. 4 هتبقى mustn't برضو، اعدله بس العونية must دي هلا mustn't. بل you mustn't park here، there is a better place there. 5 هتبقى you must come round، اللي هي عزوم، اللي هي warm invitation، لازم تيجي تزورنا يعني وتشوفنا بكره. 6 بقى هتبقى you must try، برضو invitation تمام. 7 هتبقى don't have to، don't have to، مش مضطرين يعني. 8 هتبقى mustn't run، mustn't. اللي بعدها بقول في انجلترا معظم الناس لازم بيشتغلوا لحد سن 67، ده قانون عام عندهم، هتبقى must. ليه must؟ عشان ده قانون عام. انما لو الموقف محدد بقى اقول انا لازم، انا مضطر، انا نفسي اتقاعد لكن مضطر اكمل لحد 67، لان انا في انجلترا مثلا، يبقى اقول اي هافتو لو عليا انا. انما هنا جمله بتكلم عن general rule، قانون عام، يبقى must. 10 هتبقى must buy، اللي هي التذكره القويه، must buy. 11 هتبقى needn't to have run، لانه جري بدون داعي، في needn't have تصريف ثالث، شيء عملته في الماضي بدون داعي. اتناشر بقى بولي وليد عمل كذا كذا واضطر ان احنا نوديه المستشفى، يبقى ضرورة فين؟ في الماضي، تبقى had to go. 13 هتبقى needn't to have done، needn't to have done. what do you have to do، ايه اللي انت بتضطر تعمله في المدرسة كل يوم. اللي بعدها برضو هتبقى have to، اللي هي 15. 16 بقول لي منى didn't have to take her sunglasses، ما اضطرتش تاخد نظارة الشمس، ليه؟ لان الجو كان كلاودي اصلا. طيب 17 هتبقى had to، ضرورة برضو فين؟ في الماضي. 18 you must come round، اللي هي warm invitation.
19 هتبقى you needn't have cleaned the window، ما كانش له لازم انك تعمل حاجة فنية لان في شخص هيجي يعمله. 20 we have to pass، لازم ننجح في الامتحانات عشان نخش الجامعة، دي حاجة بقى خارجية مفروضة علينا. تمام، 21 they had to، ضرورة فين؟ ضرورة في الماضي. 22 must، 22 must، you mustn't park here، ممنوع تركن هنا، نقول دي military area يعني منطقة military عسكرية. تمام، 24 هتبقى doesn't have to، مش مضطر أو مش مجبر. 25 needn't have written، ما كانش له لازم يكتب الحاجات دي كلها لأن الحاجات دي أصلا typed مطبوعة، يبقى شيء عمله في الماضي بدون داعي. 26 هتبقى didn't have to send him، لم يضطر لإرسال حاجة دي. تمام، الجزء اللي بعده بقى اللي هو بتاع توبرز، you need to avoid smoking، need to قلنا برضو ضرورة زي must وزي have to. 28 needn't worry، يقول في قدامنا plenty of time، في قدامنا وفرة من الوقت، يبقى مفيش داعي نقلق يعني، يبقى needn't. 29 هتبقى will have to، هنضطر نصحى بدري عشان نلحق الاتوبيس، يبقى ضرورة فين؟ في المستقبل. 30 needn't have bought، ما كانش في داعي ان انا اشتري خبز لان في ماتش بريد اصلا في خبز كتير. 31 بيقول your exams are soon، امتحاناتك قربت. تمام، يبقى you need to prepare، زي you must prepare yourself. طيب 32 درايفرز بقى بيتو جو تو انتو لندن، طبعا هاف تو بيضطر ما يدفعوا عشان يخشوا جوه لندن يعني او داخل المدينه. طيب 33 هتبقى نيدنت، مفيش داعي، بقول بكره اوف يعني اجازه، مفيش داعي ان انا انام بقى بدري والكلام ده، براحتي بقى. 34 هتبقى mustn't، mustn't talk، ممنوع تكلم your colleagues، زملائك، during the exam، في اثناء الامتحان يعني. 35 هتبقى will have to. 36 هتبقى has to عشان الفاعل مفرد الوفادي. 37 هتبقى didn't have to، didn't have to. 38 هتبقى must. 39 هتبقى had to، ضرورة فين؟ في الماضي. 40 mustn't، تمام، حاجة ممنوعة. اللي بعدها wasn't to، اللي هو يعتبر برضو صيغة تانية اللي mustn't في الغير مباشر، يعني wasn't أو weren't to المصدر زي ما قلنا في الشرح. 42 هتبقى have to. 43 you must borrow. 44 هتبقى don't have to، حاجة مش مضطر إن أنا أعملها، والجو هنا صاني مش لازم تجيب معاك ملابس تقيلة يعني. 45 هتبقى needn't have run، برضه شيء عملته في الماضي بدون داعي أو بدون فايدة. 46 هتبقى mustn't الأخيرة. 47 didn't have to، didn't have to. 48 needn't have taken، لأنه خد السويترز معاه ومحتاجهاش. 59 8 دي 48 اوكي. 49 بقى هتبقى must، خلي بالك must you got، خلي بالك ها must you go، must you ها go، طبعا انا عامل عندي هنا في الكتاب هي جو يبقى must، قدامنا هنا في البي دي اف got لا تبقى have، خلي بالك هنا في ال هنا في البي دي اف got يبقى have you got to، انما عندك في الكتاب لو لقيتها go يبقى مين؟ must، must you go. 51 تمام، هو هنا انا جايبهم ورا بعض اهو، 49 go يبقى must تاني، 50 في got، في got يبقى مين؟ يبقى have you got to، يعني عارفين have got to بتساوي have to برضو في الضرورة. 51 there is no need to worry، لا داعي للقلق. اللي بعدها بيقول لي مش لازم تكون خبير عشان تستعمل الانترنت، مش لازم، هنا don't need to زي needn't وزي don't have to. 53 didn't need to. 54 don't need to. 55 must remind me، لازم تفكرني، تذكرة.
56 يو ماست كم، لازم تيجي الويدنج اللي هي ورم انفيتيشن. 57 هتبقى ماست بي اويك، ماست بقى الدكشن، بقول نور الاوضه بتاعه اون والع تمام او شغال، انه يبقى اكيد صاحي دلوقتي، هي ماست بي اويك. 58 يو ماستنت تيرن اون ذا لايت، نصيحه قويه يعني، او بقول له ما تقيتش النور بقى، اي كانت سليب، هتقول لان انا مش عارف انام تمام كده. 59 هتبقى شود، 60 ماست يو ميك ذات نويز، اللي هو السؤال الاستنكاري، لازم تعمل دوشه كده على طول، ده معنى السؤال. دو يو يبقى هاف تو، دو يو هاف تو. يوسف انت اند هاني يبقى هاف تو. اللي بعدها كانت ستادي، اللي بعدها ماست ورك هاردر، اللي هي 64. 65 ضروره فين؟ في الماضي اهي، يبقى هات تو. 66 هتبقى نيدز، ليه نيدز؟ عشان عندي تو الوحيده في الاختيارات اللي تاخد تو هنا، نيدز تمام. عندك بعد كده 67 سيت داون، سيت داون يونج مان، وي نوت تو هاف اتو، يبقى طبعا في برضه هنا تو، ايه اللي ينفع مع تو هنا؟ يو هاف تو. وين وير تشيلدرن؟ وي ديدنت هاف ايميل، ما كانش عندنا ايميل، عشان كده كنا بنضطر نكتب خطابات عاديه، يبقى ضروره فين في الماضي؟ يبقى هاد تو. التست بقى بيقول لي الووتر كرايسز، ازمه المياه دي ريجينال ايشو، يعني قضيه اقليميه، ريجينال اول اختيار. ات اونلي كونسرن، انا بتخص النايل بيسن كانتريز، دول حوض النيل، السبع دول اللي انا عارفها. There is a very fast evolution، تطور في مجال الاتصالات، تاني اختيار. ثلاثة هتبقى community طبعا، المجتمع المحلي أو المنطقة المحيطة بيا. Youth should be responsible for، الأخيرة مسؤول عن الهيريتج والتراث، هيريتج دي يعني التراث. خمسة هتبقى a variety اللي هي noun. ستة هتبقى sculpture اللي هي رقم بيئة، المثال او النحات نفسه، انما الاولانيه دي التمثال، انما الثانيه الشخص. people lit off fireworks، بيطلقوا الالعاب الناريه. 8 هتبقى various، ليه various 8؟ عشان ها كل ما سبق الاسم كان صف، various hobbies and interests. 9 I can't طبعا concentrate on، ومش قادر اركز. اللي بعدها king فاروق was Egypt's ruler، كان هو حاكم مصر قبل ثورة 56. 10 دي رقم 10. 11 بقى means of transport طبعا، وسيلة نقل أو مواصلات. اللي بعدها government يبقى is concerned with، مهتم بيه، إنما interested in، worried about، keen on، حروف الجر كلها كانت هتتغير يعني. 13 هتبقى فول اوفر، تتطاير بالنسبه للاشجار يعني وقت العواصف وكده. 14 جوت ات رونج، ليه جوت؟ عشان الجمله في سيد اهو ماضي تمام، يبقى جيت ات رونج، ماشي فهمتها خطا. طيب 15 سيت اوت تساوي سيت اوف، او اف اف، عشان كده اوف مش في الاختيارات، دي اوف، دي كدبل اف، ينطلق او يبدا رحله. 16 admitted يبقى جرم knowing. 17 هتبقى cooking. 18 هتبقى mustn't تمام. 19 it is a must، طبعا must هنا noun زي necessity كده ضرورة. 20 I regret، خبر سيء اهو، يبقى to tell. I feel like يبقى spending ing. 22 يبقى needing to have gone، شيء تم في الماضي بدون داعي. 23 to serving، عشان contributed تمام to general، طبعا هو فصل ان يبقى لط ظرف في النص، مفيش اي مشكلة. طيب 24 not phoning، عشان جيت هنا ندم. I finally got around طبعا to a reading، لان get around to gerund موجودة في التعبيرات بتاع الجرن. ستة بقول ماي باك هيرتس، يعني ظهري بيؤلمني، ما كانش المفروض اشيل حاجة تقيلة او الكلام ده، يبقى شيء ما كانش يجب اعمله في الماضي، يبقى shouldn't have
كارد، 27 هتبقى يو ار سبوز تو، يو برضه جيرانت، يو ار سبوز تو جيرانت برضه في تعبيرات الجيرانت خلي بالنا. ويرف يبقى برضه جيرانت مع ويرف يبقى باينج. 29 هتبقى هاد، تمام. 30 اخر جملة هتبقى didn't need to. بعد كده يبلغ قطعا عن شهر رمضان المبارك ان شاء الله، ربنا سائل كده على شهر رمضان ما يجي خلال شهر يعني او اقل، تكون الامور بقت افضل لمصرنا الحبيبة ولينا كلنا ان شاء الله. قولي people in Egypt celebrate رمضان because it is a يا ترى worship شهر عبادة ولا شهر فاستنج الصيام ولا شهر السوشيال كوهيرنس الترابط الاجتماعي؟ لا كل ده. يبقى الإجابة الصح all of these، all of these. القطعة ذكرت كم يعني كم انتصار تاريخي، فيكتورز طبعا دي انتصارات طبعا 3 3 تمام، انجلوت واكتوبر تمام اهي موجودة في القطعة، انا اذكرهم الثلاثة موجودين تمام. رقم 3 great triumphs، triumphs دي زي فيكتورز اللي عدت من شوية انتصارات. 4 clashes، clashes وغير البول نادرا ما نلاقي يعني صدامات اجتماعية او خلافات اجتماعية. 5 هتبقى public meals اللي هي موائد الرحمن يعني او الوجبات الكبيرة. 6 هتبقى يونايتد، بول رمضان بيجعل الناس كلها متحدة. What does رمضان do؟ ايه اللي رمضان بيعمله for national unity من اجل الوحدة الوطنية؟ طبعا القطعة مأكدة على الحتة دي في جزئية اهي اللي هي it unifies all factions of the society، يعني بوحد كل فصائل المجتمع. factions دي فصائل او فئات او طوائف تمام، زي classes كده. في السؤال اللي بعده عاوز معنى كلمة incentive، يعني ايه incentive؟ دافع، زي motive m o t i v e، m o t i v e ده معنى الكلمة هنا. لا عفوا انا نسيت 8. بيقول لي الاطفال بيعبروا عن their happiness ازاي، فرحتهم ازاي في رمضان الاطفال بتاع الفوانيس وكده، موجودة في بداية الفقرة الثانية اهي. children use lantern لان دي الفوانيس يعني، and hanging lights وعلقوا الانوار او المصابيح ان السيريس في الشوارع والبلكونات وكده. ده دي الاجابه بتاع السؤال ده بتاع الاطفال تمام. جاوبنا عن 9 بقى، قلنا انسنتيف يعني موتيف. اخيرا جروبس اللي هي كلمه فاكشنز اللي انا قلتها من شويه، فئات ديت دي كلمه اهي فاكشنز في السطر الثالث. الكلمه الثانيه ريستور هارموني، يعني ايه ريستور هارموني؟ استعاده الانسجام او التوافق مع الناس اللي هي كلمه يتصالح ريكونسايل برضه في الفقرة الثانية تحت الجملة بتاع الأطفال دي على طول. ريكونسايل أهي دي ريكونسايل دي يتصالح يعني متخاصمين بيتصالحوا كده. طيب النوفل بقى، النوفل النوفل بيقول لي جوهان وكت فور ذا ديوك بيكوز هي طبعا فيرد هيم لأنه بيخاف منه مش بيحبه. اللي بعدها كاسل موت، كاسل موت. 3 تبقى طبعا راسندل. 4 فريتسز ريلاتيف طبعا بتاع احد اقارب طبعا فريتس. بولي ذا ديوك واز كين اون مارينج فيليفيا، كان حريص انه يتجوزها. از هي لافد هير لانه بيحبها. دو يو اجري؟ طبعا لا، نو هي ديدنت لاف هير، هي اونلي وونتد تو ماري هير تو بي ا ليجال كينج. ليه؟ لان هيز ماذر وازنت رويال. طب what do you think of Olivia's character؟ ايه رأيك في شخصية فيليفيا؟ طبعا ممكن نقول she was observant، عندها قوية الملاحظة بدليل ان هي she noticed that Rassendyll بين قوسين the king was different، و she was kind، kind character شخصية طيبة، وفي نفس الوقت اقول كمان she was loyal to her country، عندها ولاء loyal L O Y A L L O Y ال لويال تو هير كانتري او باتريوتيك، عندها احساس بالوطنيه. طب هوز روبرت، هل روبرت كان ا جود ريبريزنتيف، مندوب كويس عن ذا ديوك؟ طبعا نو هي وازنت. ليه؟ هي واز
اباد بيرسون، شخص سيء. هي wrote to the Rassendyll rudely، كان بيتكلم بوقاحة. He had no principles، ما عندوش مبادئ. He even killed the duke at the end، حتى قتل الشخص اللي هو شغال معاه. وده بيأكد ان هو شخص treacherous، خائن. treacherous خائن، السبيلنج بتاع treacherous عشان عارفين انتوا هتحتاجوا تكتبوها T R E A C H E R O U S. تاني treacherous T R E A C H E R O U S، أو ممكن أقول he betrayed the duke. النوفل بقى بيتكلموا على بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. بيقول what do you think of the African Nations Cup Champions؟ أقول طبعا it is a wonderful one. It is an honor، شرف لأي فريق إنه يشارك فيها. قال له but the standard of our team، مستوى الفرقة بتاعتنا wasn't good، ما كانش كويس. قال له yes you are right. رقم اثنين the performance was disappointing، الأداء كان محبط. طب what about the attendance of spectators، ايه رأيك في حضور الجماهير او المشاهدين؟ او it was something wonderful او great او a lot of people attended. سؤال قال ألجيريا won it، الجزائر اللي فازت بيها للمرة الثانية في تاريخها، يبقى who won it او which team won it او won the championship. قال له او مثلا it is او it was، ها عشان بتحكي في الماضي مفيش اي مشكلة، او very good team، فريق كويس. طب do you think the time، هل تعتقد توقيت البطولة كان suitable مناسب؟ بيقول no I don't. ليه no I don't؟ لأنه بيقول في نفس توقيت الامتحانات بتاع الطلبة وكده. ده الكلام طبعا عن امتحانات السنة اللي فاتت. الترانسليشن بقى، noise is a major problem in big cities، الضوضاء مشكلة كبيرة في المدن الكبيرة، مشكلة كبيرة في الكبرى المدن. All scientists have proved that، أثبت كل العلماء إن noise pollution، التلوث الضوضائي أو التلوث السمعي زي بيسموه، causes several، يسبب أمراضا عديدة. We must combat، combat يعني fight، يجب أن نقاوم أو نحارب الضوضاء بكل الطرق. For better health، من أجل صحة أفضل. خلي بالكم ما قلتش for a better health، ليه؟ لأن health uncountable. الجملة الثانية، Who is responsible for the phenomenon of street children؟ من هو المسؤول عن ظاهرة أطفال الشوارع؟ Who is to be punished؟ من يجب أن يعاقب؟ Or blamed، أو يلام أو يتحمل المسؤولية يعني؟ قال الآباء ولا charities، أم المؤسسات الخيرية؟ Or the government institutions، أم المؤسسات الحكومية؟ ما زال بعض الناس يرون أن المرأة من الفئات المهمشة. ها أقول some people still see أو think that woman is one of the مهمشة بقى marginalized. جاي من كلمة margin اللي هي هامش، نكتب كده marginalized MAR GINA LIZED marginalized classes أو factions اللي كانت في القطعة in our society. تمام، أليس كذلك؟ طبعا بداية الجملة قال some people still think أو see، يبقى don't they. يتسم الريف المصري بالمناظر الجميلة، يبقى the Egyptian countryside is characterized with أو is marked by أو is distinguished with المناظر الجميلة beautiful views أو beautiful scenery، الطبيعة الخلابة fascinating nature أو impressive nature. إيه fascinating؟ اللي هي مبهر يعني أو خلاب. F A S C I N A T I ان جي fascinating nature، الهدوء طبعا quietness او calmness، وراحة البال طبعا peace of mind، peace اللي هي السلام يعني P E A C E peace of mind. تمام كده انتهينا من تمارين الوحدتين 13 و 14. شكرا.